الحمد لله رب العالمين يا رب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عمير وبيني وبين العالمين قراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل فوق التراب تراب. ثم أصلي وأسلم البشير النذير نبينا محمد صلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. تقنك السولة يتي وصوت التين. الله سبحانه وتعالى يسولة جيغلكم ويغلق بفابين كيزو نابانغا أن ينولا أبو ينكيزو بوابيو يتشوكو بدي صوت التين يغلق كونغري الله سبحانه وتعالى زياتنا مو منادم في أجمل الشكل من بلة تاسنو كوبانغا نونجي نمتفان تاسنو كوبانغا تشيرونجي أتوك سوات التين يوغيرا كوبغومين كيزو مادام باي نو كوبيرا نابو مكوبانتي ألونغو سا عبادة نو كوبانتي أسغالا يتكوزري الله سبحانه وتعالى. الله ويغام أنت والتين والزيتون وطول السنين. الله نقول لكم وانا دام متو ندوب نونجي وناغانتي، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الله لا يقول لكم كبانتي وما دام نقبل الصبر. ويا قامت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا ان غابتي وصل لك الى مكه غيغوا مجتبى العواصط القصور السوره النيمبي. الله سبحانه وتعالى يسى مجوز عمه إلى أن صوت التين يقوم تبيت قرآن المكي قرآن الله سبحانه وتعالى ييسز مجبوغ مكة. الله سبحانه وتعالى تاني كان شايت القسم وكل يلاك والمقسم بي الله شليل التين والزيتون. الله يقام أنت والتين والزيتون وتور سينين قراء إذا بسم أنت والتين والزيتون وتور سينين وهذا البدل امين. ولا بقول قطع ناقنت والتين والزيتون وتور سينين. يعني سما زنانتو والتين والزيتون وتور سينين وبو التين والزيتون وتور سينين. نعم بقنا عن قبيبي تيبوا صوت التين يا ابن عباس يا قنت الله سبحانه وتعالى أقسم يا ليلى بشجرين العظيمين. الله يا ليلى متيبري جينكيزو أمولي أموتي أموتيني نومتيوم زيتون. وهذا الباد الأمين نيتشبوك إيتشيميرين بيتشبوك مكة. قال الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ويقال ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنة وتخطف الناس من حولهم. تملا بينجلي تشبوك مكة الله سبحانه وتعالى ولكفولك بانغا شاميدين بي نوكوانتي ابانا دم باتشيت ولد نوكوانتي بيت ولنيوم بكعبة. الله غويا كان من دخلها كان آمنة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قد الله سبحانه وتعالى نابانغا ليلى شجرين متيبري اجيتشي تيبوا ومولي تيبايتا التين ومتيوم تيني والزيتون ومتيوم زيتون. فإن بقى ندى الله سبحانه وتعالى أقسم يا ليلى إمتي جامي كسا نجامي كسا الله جسا مباركة يلا جامي كسا سنجا إمتي ميالا ومتيو متي نوم زيتون توجزا نوغوغو بانغو غيلا غيلا نيتشو وانكولاتا وبا نيتشفا باكازي وبا نوغولا غيلا غيلا نيا نمكو ومبكو وبا نما غيلا غانكو كوندا توجزا كوميتي الله سبحانه وتعالى جوجلا كونتي جانكي زيلا نجامي كسا سنجا إمتي ميالا ويا غامتي والتين والزيتون. أشجار إمتي المباركة إجيمي كسو السنج إمتي ميالا. يقول ابن عباس رضي الله عنه ومفسر هذه الأمة معروف أما نكدو من التفسير وأمينه صحابي جليل أيتي عبد الله بن عباس كي تد قول يوكو بري كوكوان الله سبحانه وتعالى يا ليلة التين والزيتون. الله يا ليلة كوبا النبي وبولانغا بوغيلاكو بمحل نبوتهم قام قال ابن كثير في تفسير ابن كثير الله سبحانه وتعالى بلا يدا يلقى يقبل النبي نينغا اكوز سيبي فمو باسبوكا
التين والزيتون نبي الله عيسى من يبقى مات منبع عيسى نسبك نبي الله عيسى وبأصله الله يموت ومجتون دو اتشري مهم تين يمين جي نمي زيتون يمين جي الله ناقلت وطول السنين وطول السنين جبل السيناء صدرت والسناء الله سبحانه وتعالى يقول لكم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الله نوي يقام انت وكلم الله موسى تكليما نبي الله موسى موزين يقوام كرين قد الله ناقلت وطول السنين الله ناقل كجبل السيناء صدرت والسناء الله شاقام انت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية الله يمكو لانقال السيدي إليه مبالي كسيدي يجي يرسوز رتب السيدة رتب السناء أتنا مسنبزا نوغن يكون في شبايتا أكوى النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يفنى شبايتا النجوة أكوى أنت الله يغن يكون في كومبي نكومبي أتنا فنى نشبايتا المنادة أكوى أنت الله سبحانه وتعالى أمكو له فوزجوم تجي نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام مكبا النبي باولي العزم من الرسل نبي الله موسى مكبا النبي باولي العزم من الرسل بس مكبونا ابونا نيوم بالنبي بوابه نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ايغرو اكبي غامبو بينجي نيو سيد انبياء بني اسرائيل من كدوك بانت ياكل النبي بن بني اسرائيل اتي نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام من كدوك بانت وبي ورين سونغا الله سبحانه وتعالى يقول لكم ايه كجبل السيناء كجبل السيناء يمكوا النبي عباس بكواكو الله سبحانه وتعالى غابان توبي بما زم مقامنت لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره تقين كبانا تكوكيزا قوى موسى عليه الصلاة والسلام بغن كتابي الله سبحانه وتعالى physically we don't going to believe you unless you get a chance to talk with your Lord physically morphologically want to see your Lord, want to talk to him. Tugakuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tugaku mulaba. Nabi Allah Musa nagama rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani walakin indur ila aljabal. Allah subhanahu wa ta'ala. Kusabu mpechansi. Kulabiku. Allah nga tugenda kundaba. Kujaku matu. Kugenda kulusu jabal sayina. Otumye kulusu zoro. Fa in istakarra makanahu fasawfa tarani. قلت له برونج نيون وتبين كذا وما سجكون دبانز الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل الله ملوك بانت ياسيني كي اجتانغ على كل سوزي جعله دكة اجتانغ على مسوزي رواب واتوك وخر موسى سائقا موسى ناقوا وانسي نابانغ أزيدك نابانغ تسبدك ربك الله سبحانه وتعالى قلوك بان ربنا لا يرى في الدنيا الله تلبي وكو الدنيا بل سنراه في الآخرة تجمل وكنا قرية قيام بنا أبكيز الله سبحانه وتعالى قال النبي الله عيسى وانكزنيو ورنسونغا مكبا النبي الله سبحانه وتعالى بيتكن كن كل الدنيا نامتونز بغير أب نتينا تاتوي نغله الأم نغينا تماموي نأيت ومريم يتي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يومكبا النبي وبابا ومبانا بايو قلانغا باتو ويقامت آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله سبحانه وتعالى يمساك وكبانت وبركة أينيم كسا إشياء لا يقل أنقا شاري متو نابا أنقا يقل أمتك الله سبحانه وتعالى قيموا نينقا آلف المهدي قالي متبايا قالي متبايا نا يقل نقام بابا دمت إني عبد الله ذني مدوا الله سبحانه وتعالى سلك سلم وانا والله وابن ذني مدوا الله سبحانه وتعالى اتاني الكتاب وجعلني نبيا مسافنت اوف الله سبحانه وتعالى ام نوت هيز سون اتاني الكتاب هي جيف مي ا بوك وجعلني نبيا نيام بروفيت الله فد كتابه لاتنا فلوك بان عند النبي بدوا الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا انما كنت ام بليسينج ام ا بليسينج انا فول اوف بليسينجز عندي تشاكو ساسيرا عندي مكيسا عندي بركه ونونا ونبان بانغاليد وصاني بالصلاة والزكاة نشبانغي تشبي بيبي وما دام الله نواتا مواد السنة تشيسينغو كبانغا تشبي بركة الله تشاوى النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يمو كبانغا مباركا is a blessing popo talipo popo tanayishi ونوا عبيدا نمتو عبيدا أيني مكسا إلا نغا جد بركة وجعاني مباركا أينما كنت وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا سبح الله سبحانه وتعالى نفت فلوك بانت لبامكسة نوك بانتي الله تونغل بركات كان نبي الله
ayitibwa sayyidul khalqi sayyidul aws wal khazraj alladhi adha bainaka na'an wa basaraha wa shakka iwan kusra min mahabati الشمس ظل له والخيم در له والضبي تشكت له البلوة والنمل في السم قدسه هذا محمد المحمود سيرته هذا الذي أبر بني الدنيا أوفاها وصلوات رب سلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم نابا أن ينقب الأزم من الرسل الله نابا أن أموك لك وبلان قاتين دا مكفو الله أن أموك لك نقول سيكفو ميسبك الله نغنتي وهذا البلد الامين نيتشبوغا مكه اتشيتيبو اي محمد صلى الله عليه وسلم نيوان كيزو سينغاب النبي ابسغد اي نبي انجاولو بينجي تشوكا يا سيد الانبياء يا كلاب النبي ونا اتشوكو بيلي اول من تشق به الارض يا غنو سوكا بتون نبينا منو كوزوكيلا اتشوكو ساتو يا غنو سوكو ينجل جنيا الله سبحانه وتعالى اتشوكونا تري النبي امسينغا بولونجي يلانغا تشجا مريوايا مشتوى كبيرة رسول الله كأنك تراه بكوا الله نقولين قام لبكو يبقى قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما نبي الله عيسى الله ليموه نصف الجمال اشتنوا تشوبلون جبابا تبنسيونا فقد اعطي محمد أمد الله ليموه الجمال كله وبلون جبونا توقع نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اويوك يلينغا غوابا يعرق غاتوينا يعرق مسكة غاتوينا كووو أفهم كأو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلي واسع الجبين غايني بسجن غابينجي إشي على واسع الجبهة غايني إشي نجع شوامفو في عينه الجد غايني إشي دقفتين يوم ماسو والحقد غاينمو الجد غاينمو نيشيرو نجيرو نجيرو نيو طول القامة نموامفو نيو وصدره مرتفعة عن بطنه غربته يمتو نجفو باتشيري وقلو نيو وسين غربته غاينا بود وضحم الرجلين وضحم الرجلين غاينا ما قلو مانين بلونج والقدم ينفقل غابينين بلونج نيو يا سلام كان إذا وطع يلين غواتام ولا يطع بكلية غابينين بقواو بقواو كتاكا غتاينا مكاني محمد صلى الله عليه وسلم الله قياتينا ناقامانتي وإنك لعلى خلق عظيم وينيم سازاتكا وقولونيو محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ياتينا ناغاما وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نكتم نقولش ساسيريا بتوند بيو نباشيرا ونذيرا توكو محمد صلى الله عليه وسلم يسمى سوى جبريل يسمى سوى مانا دام ين علمه شديد القوه يسمى سوى جبريل عليه الصلاه والسلام توكو محمد صلى الله عليه وسلم الله غاتوكو زوبون غوين انتغيراي ناغاما وما صاحبكم بمجنون تغوان الدارو توغل لكم محمد صلى الله عليه وسلم اغوي تكوزو متي ماغوي نا ما سوغي ما كذب الفؤاد ما راى متما تغوالي بسما سو بيغالبا الله غوي تكوزو وونغو بينا غامنت والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فذكر ربنا تبارك وتعالى لسانه انا تكوزو ليميروي نا غامنت وما ينطق عن الهوى تغلا كاليبولي ان هو الا وحي يوحى وجهكم بكم الله سبحانه وتعالى لي محمد صلى الله عليه وسلم الله لا متكوزا يننا امواني راكا ناغاما محمد رسول الله بروفيسور محمد صلى الله عليه وسلم معلم هذه الامه عيازها ملازها صلاتين دائمين متلازمين الى ان تقوم الساعه نعم لدى مساله لقاسوك قصه التين والتين والزيتون وتور السينين انسوما يوكل والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الامين الله يا قنت لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله سبحانه وتعالى اتونا وما دام تفنجاسنا كبانغا تشنونج نيو الله سبحانه created a mankind a human in a good picture in a good model الله تونا وما دام غالي مومبي شفان تشنونج كبانغا تشنونج ngali mu modo well shaped well designed nga Allah mutona nga mulunji nyo laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim yani fi ajmal manzar wa shakl wa lawn wa sura tuno madam ngali mu belecha sokubanga fancha sokubanga chirunji nyo mu ndabika mulanji mbulchimu chonna chonna tele chitonde chiku dunia chirunji singa bana adam Allah ne yetenda na gamat laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim
nimeumba binadamu katika sura nzuri kabisa, nimempamba binadamu akapambika mwadamu watu na muunda mumpunde chasi ndo kubanga nunji nyo. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu nabanga amusamu kifani chasi ndo kubanga chirunji. Allah yagamba thumma radadnahu asfala safirin. Allah vanyo watu ajamu kadia nabanga amuchusa mbele chasi ndo kubanga yewu nyisa mtu atonde bwanga mtu nabanga kula nabanga kadiwa paka wafa ngowe chajja mtafsiri ya Nasr al-Sa'di yaga chitegezo kubanti mwanadamu aba muto na abanga aba waamani. Allah subhanahu wa ta'ala chusa thumma khalaqna min ba'di dha'fin quwwa wa nyarwa bulaf. Allah na abanga kuwa tamani na matura amani. Allah na kuwa atokubanti okadiwa ichibanga. Allah cha gama thumma linasa falsafin wa nyaga chitegezo kubanti mwanadamu yaishu wa yakbur amuntu okubanti awangana akula thumma yamut wa matuna abanga fa wa yadkhulu al-qabr ويدخل القبر نابان عن قبري ونابان قداك من قبري بدوى الله سبحانه وتعالى. الله تنو من أدم في أسن سورة وابدأ الخلق ثم للناس والسافرين أي ثم أنزلناه درجته لأسفل السافرين لعدم قيامه بموجبه ما خلقناه عليه حيث لم يشكر الله بنعمة خلقنا له في أسن سورة ولم يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتنا. ولذلك mwadamu nabanga Allah musfulo wawansi senga jema omudwa foka wawansi ate senga gundi Allah swanti Allah musfulo edala mwadamu Allah gena kubanga amfula wawansi banga liyamalanga ngalam namtathil awami ya Rabbina tutademu nkola Allah subhanahu wa ta'ala ya tulagira banga liyamalanga weku za wanyomu ya gama ajibtu lewunya lili mutakabili fakhur kumudwa kubanga yeku za angate yewana aladhi kana nutfa ومدو يلينغ التوندو وغدا كان جوثا أتنك إلى وأمس كان جوثا أتنك أنا بمتنغ ملامبو واجبتو نمان النيونيا لمن أنكر نشأة الآخرة إنو مغان أدام أو كان أنتينكم يتليو وكذي رأى نشأة الأولى ما تنغى مزوك لبا إنتانك الله وجه مجي واجبتو نيونيا نيو كمان أدام لمن لم يعمل بالآخرة أتكو إلى أنكم إليك الله أكبر ويشتغل بالدنيا الفانية نبغى مجزق الناقصك الدنيا أتقواه لمن يكدوا كنت دار من لا دار له يوم بتليك ينيو ومال من لا مال له مال يتليك ينيو ولها يجمع من لا أقل له نبغى جكونا ينقو ملا مجز ياتينا مجز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة إنه متو ينكم يلو الله جاتك لابن أدم أتكلا بتيوى بياماني أتنغى السبونوني ينكم يلو النونجي أبن أدم الله سبحانه وتعالى يتبعن الله قال ثم للناس أسفل سافلين وتكون إلى قبر من عاش مات إنا وانغا أتيك وكفا ومن مات فات أتي إنا فايلا بروه وكل ما هو آت آت أتي موت وكفا كواكو جاني وكولوتيا. إدنا ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا تخصيص فضل الله يقول لك جاكا بكيس الله سبحانه وتعالى ومن الصالحات نكا موت من مونغا متوفو فلهم أجر غير ممنون بينهم بيلا الله جاء تغينا كبانغا كينديزا ويتغينا كبانغا كيندي ربانغا ليونا وتقامبا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون جاكا بكيزا مكولي من مونغا متوف وبكي لزاو النوم تقولا ويناكو إلي كيليزا والدنيا منو ينا قال الجنة جنة تنبيل أكو إلي كيليزا ولي كيليزا سنة نو صداكا ولي كيليزا نو كل حجة مليون يابيدي مبيدي wele keleza no sala sala nengo ine byokola wele keleza byo nabi akwele keleza kubanga isha chitu ina chitono Allah nga wagama tatal qabun tabaqan am tabaq fama lahum la yu'minun mwino kuita mitendele jenja ropaka mu ropaka muna ingira qabur
متابعه كوم متو نابلهم فوكاتنا كدوا فما لهم من وش مكيزة الله سبحانه وتعالى الله يقام بنا دمت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كجكا بكزن وقل يميري مونغا ميتوفو فلهم أجر غير ممنون بينهم بيلا نني نسين بيلا كندفو بينهم بيلا نني نسين كندفو بدبا الله سبحانه وتعالى وتقام بك كمونتو كبانتي أقول يميري مون أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يوم توبك إذا بقى التوكتي وبكر إذا نمني مهم توف فلهم أجر غير ممنون أي فلهم ثواب دائم بينهم بيلا يربي له غير مقطوع يتجينا كبانك قوى والدكان لأنهم كبو وهو الجنة يجنا الله تي أقامة والنعمة دار المتقين بنانك الجنة تينقلا تيامان يريع بنادابة الله سبحانه وتعالى ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار بنانك الدنيا نياتي تمر الجاك تاتينكم يلو الجنا يورو بيدا بدو الله سبحانه وتعالى نشيبانغا وكوبانتي ابدو باكو يد الجنا الله سبحانه وتعالى الله نزاك التكير قامت فما يكذبك بعد بالدين خطاب الانسان على طريقه الالتفات على طريقه الالتفات متو نجوغل الله جا قام منادم من قال يكوبانتي منادم ينزو كوباين نغل جاما غاماغا يعني كوتانغا تانغا هوكنا هوكنا كو تشديني من قال متو جوچو كم بوتي بوتي الدين يكوبانتي وجيركاو الله يقام فما يكذبك بعد بالدين أي فما ساب تكذيبك أيها الإنسان بعد هذا البيان وبعد ووعد وضوح الدلائل والبراهين تشكر يمسى الله سبحانه وتعالى نقول يمسى الله سبحانه وتعالى نقول نقول يمسى الدين والسلام الله ما زكنا يقولي تمنى تشيك الله تونو ما دام من فوق ما مجمو توندو ويجاد في أجمل شكل الله لا تونو ما دام ما متدم تفنى جاتك بانك كيرونجي وأبدع صورة ila mumfani mumfani cha suku bange sikirize bwanyu min awdahi dalail ala qudrati llahi azza wajal allah ngabinji bya suku nyo bila gobo yinzabwe allah subhanahu wa ta'ala gambo mwana adam kumanti yakusao yakutone allah ngao yagamti ayuha alinsan ma gharraka bi rabbikal karim chechi kujjaku allah subhanahu wa ta'ala chechi kujjamisa allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak allah yakutona naba ngakwen kanya kanya وبا الذي خلقك فسواك فعدلك اسمع زنا نتوف في اي صوره ما شاء ركبك الله ناقسم فاننا اتشاسين زوكو بانغنونج فما يكذبك بعد بالدين تشيتش كولتي لوكو بانغو ليمبس الدين يوب سلام كونغو ليمبس الله سبحانه وتعالى الله غما زوكو نيو بلي تشمچونا كنيو دجي ياكوجا اكونيو نيو دنت ياكوغابيرا اكونيو نيو دي بلي تشمچونا تشويتا غوكو بانغو مانيا نبي تشي بكفاكو فما يكذبك بعد بالدين تشكل ينبسا ينبسا تقى الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لك الدلائل والبراهين وما زوك ما تقنوا بلتي مشونا إنك أنت يقود جميع نطفة متونه وإيجاده الله نسوم ونادم في أجمل شكل مفان تياس نقبانا كرونجي من أوضح الدلائل على قوة الله عز وجل الله نلقوم ونادم وبيين زابوي كل شيء مشونا على البعث الله ناقل أنت وقنا كذوكرا والجزاء ناقل أن ننبلا جيري أما الذي يدعوك إلى التكذيب تشكو يتلوكم أنت ولنبس الله سبحانه وتعالى بيوم الدين ولنبس ونقر القيامة الله أكبر الله ما زوكتني أبلش منتون نتون نعم زوكوا أنت أكتت ما تمله لكن أليس الله بأكم الهاكمين أي أليس الله الذي خلقه خلق وأبدع الله يتونا نابا نعوند وما ندم بعد بعد العالمين نابا الله سبحانه سموه إن كان يدي بتونه حكما وقضاء وفصلا من قال يوكبان الله لا ملبي تونه نوكبان تي أجناب بياولا نوكبان تي الله غير قوله كتوا بنا دم وفي الحديث ما تجمع حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها نهمل وينغمتو أسمى آيينو يدنا نعمل شجامة كانت بلا وأنا على ذلك من الشاهدين يا سلام ومن التفسير اتمنى اصل السعدي يا جامبا نصابني صاحب صفوه انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمع ايه جامت اليس الله بكم لك حاكمين الله سياسنا بعد ما كوبانتي علمنا كوبانتي ينكاني كان يملجي متونا اما دي دنگا منا غانتي بلا بغولي الله غواسين وكلا ملا ولونجي نكوبانتي وين كان كان نكتو نكتوف وانا على ذلك من الشاهدين
nange ndi mujulizi neeraba nti Allah yantonda anampunda bulungi nze Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Allah kyagamba nti wattini wazaitun waturi sinin wahadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun wama yukadhibuka ba'du biddin alaysa allahu biahkami alhakimin. Musulo eno mulimu ebyokuyiga bagananga bebitiibwa okuba nti Allah subhanahu wataala yatulayirira ebintu bisatu omuli ekibuga Makka, nga ekibuga Makka kifuka kyankizo olwansonga zino wammanga kubanga muli enyumba eyitibwa Kaaba. Ekyoku ekifuka kyankizo kulwakubanga Allah subhanahu wataala yatumira nabi Muhammadin saa sallam anbau nubuwa bukatu lard atuharu bukatu lard kifo kyasinza okubanga kitukuvu kuno ku dunia ekibuga Makka. Ekiyala Allah nayiwe ku muti gutibwa tin, nga tin muvaamu kyoyita zaitu tin omu ku oyira akyasinza okubanga jjanjaba mu mbeera y'okuba nti abantu balina maseeze ekwata nabina bipuresha ne shayatin n'ebiiso zaitu tin wa mulungi nnyo 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 twaba mukozeseza zaitu atin gano mubuuza mulungi nnyo era nantalabikalabika ng'amaziga g'enkoko oba ag'emmese zaitu tin talabikalabika kabula ate mulungi nnyo mwabali musiza barabu nga mufunye kati Allah yagamba nti wazaitun zaitun gumta olive oil olive oil mwana adamu wafuna naba nga musomera mu Qur'an Karim yekenye ali mubaraka ali mwemi kisa rasulu nga yagamba nti kulu zaitu zaitun mulie zaitu zaitun wadahinu bi atemu mwesige nga mafuta yani uleni zaitu zaitun tena mjipake zaitu zaitun yani kama mafuta ya marukato fa innaha min shajaratin mubarakah sababan tuwa katika mti wa baraka kulokuwa zaitu zaitun avaku muti gwa mikisa watini wa zaitun Allah yaganti wa turi sinin nayewe ni kuchiba ita jabalu sayina jabalu asayina urusozi ruita etuita sinai Allah subhanahu wa ta'ala liyugwela liyugwela nabi Allahi Musa alayhi salatu wa salam kulusozoro nga zimuku nsozi ezenkizo ubusilamu omuli jabalu sayina omuli jabalu uhud kati basinga omuli safa ne marwa inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta i'tamara fala junah alayhi ay yatawafa bihima safa ne marwa temuli mu erigoni temu jabalu sayina jabal uhdi جبل النظير يا رب عند رب جبل الرحمه نعم جبل الرحمه جبل احد نجبل السيناء نصف نمروه فكتي اذن سوز زانك زبد الله سبحانه وتعالى رنزولي وانكزني وفم يوغانا نستزيم سوز ازمانك دوام بسلام انت زانكزو بابا انت غلكس فكتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ندمنا تنيولا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين اتشدك الله سبحانه وتعالى نتغامب لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هو مساله ما انت كمانتي ومونتو افمو ومونتو مبيره يكوبانتي مغاما موبي موتي وبي وبيراو كواتو سينغانا موبي انتو ابيان جاولو نوبرونجي بوبيراو كواتو سينغانا موبرونجي ola tali mwana adamu kino kitonde kya Allah kibi kubanga Allah atonda omwana adamu omuntu onde kyasinza okubanga nnungi omuntu aba mubi kubanga aba alina gwadiridde nite tugamba nti oli mubi ekitegeeza nti Allah yamutonda mubi kulwokubanga Allah subhanahu wataala la yaib Allah takola kamogo konna oba gamba nti ono yamutonda mu nsobi nedda era nga omuntu tulimu abampi n'abawanvu tulinamu abanene n'abatono ihaza sunnatullahi fi lkhalqi Allah watu yatonda abaana adamu nga balina okwawukana okwenjawulo okusinziira Allah subhana kunjagala kwabaya abagadde olwojuza obugga nti warabbuka yakhluku ma yasha Allah atonda kyaba yagadde wayakhtar nakironderawo obulungi nakironderawo obweru oba obuddugavu nakironderawo obumpi oba obuwanvu ebyo byonna Allah subhanahu wataala yabinako obuyinza kati abantu okubanga atajaza oba nofarriq baina alibadi kati wabanada tuka nti wabasoga kati balina amagezi abatoolo badoma bategera bigaali abaganda babbi sabibiki ismanya abanyankole baagala nnyo sente naki
ebyo byonna Allah bwatyo kikola nga twawukana. Tetuyinza kubanga ate ffenna ffenna twagala ssente, ani anaakola olwo? Ffenna ffenna tuyiri babampi, ate omuwanvu yaani? Ate nga biri mu mawanga gonna n'abazungu gye bali nga bampi, badwafs nga bazungu nga bambuti gye bali. Kati mumbere faanako bwekyo Allah subhanahu wataala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah tonda kyayagadde mugala gyabayaga tinakironderawo kwogye kigenda okuwangayira n'enfaana yaakyo, tewali mwanadamu yeronderawo badde ba Allah subhanahu wataala. Abantu bamanyina okukyuka ne banyirira ng'ate abadde waali ewaabwe ng'afaana bubi. Tewali abantu bakola akasusu nga bagenzeeko e Dubai, bagenzeeko mu Hijja, kubanga ate omusana gwe Buwarabu gunyiriza, ate ojasa omusana gwe Madina gutuuka nnyo ku magumba, ate gutuuka ku magumba ne kubanga gulimu n'akaliro. Kati weebityo omuntu asosa environment n'aba ng'anyira ng'omuntu waali awasobola okunyirira olw'ensonga nga afunye ku ssente. Kati ebyo nabyo Allah subhanahu wataala abikola mu dduniya muno, tulaga nti atulinako obuki obuyinza, nga teri agenda mubuuza ku nsonga ye. Kati Allah subhanahu wataala n'addamu mu kumaliza yagamba nti thumma radadnahu asfala safilin, mwaddamu Allah subhanahu wataala nga mutondanga w'amaanyi n'agenda ng'amunafuya omuntu ayavula n'aba muvubuka n'aba ng'akola ki byonna byonna n'ogenda ng'okaddiwa. Thumma radadnahu asfala safilin, asfala safilin kitegeeza okuba nti omwaddamu Allah subhanahu wataala musa ku dduniya nga mulamu nga takdiri ala kulli shei, bwekimu kyonna okiinako obusobozi tamshi min hakki ila hakkin akhar, otambula okuva mu kifo kudda mu kifo ekirala, toyogerwako, wakikuba, wakyabya, wakimalayo, wawanika ebbango, waleega ebbango, walikolaki gambye nga jogereki togambibwako. Ee Allah wakunyiga obucungwa n'olwala bulwazi bwo ne waba covid. Thumma radadnahu asfala safirin, Allah madamu amusa labanga wa wansi nnyo, oli abanga alina akasente nga mumanyi nnyo, simanyi Brian White, simanyi akibiki, nga mwogerako nnyo munene nnyo, atambula n'emotoka 15 ya salam. Allah subhanahu wataala wakukwatako, inna batusha rabbika la shadid, olukwata lwa Allah nga lunene. Ono abatasiima ne Allah yabagabiridde nabyo, ndaga siina sente nengoyina siina ndi bubi nnyo nsikampewo ng'amba tasiina, gwe atafuna kati awookolawo ki ku ggwanda kitegeera, tafuna okolayo kikuky yovaayo jo olime tukupangisa ettaka olime. Lwaki tusiime ne Allah kyatuwadde kulwokubanga kagabe maanyi Allah gatujjako essaawa yonna, kubulamu Allah butujjako essaawa yonna. Ebiseera ebisinga wadamu balowooza nti mu dduniya muno emikisa giggwamu, tegiggwamu wabula ku muntu, omuntu emikisa gimukendeera buli waakula chances. Wabula ate oyita gamba nti munnange engeri embeera gyeri bweti buli omu mwavu nedda, ewaliyo Allah bawadde riziki era mu mbeera enjawulo kuba tujja twawukana mitendere ginjawulo badde ba Allah subhanahu wataala. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat, kujja kabakkiriza Allah subhanahu wataala bakola n'emirimu nga mitufu nga jamiu baina alimani wal amali salihat, naba nga bagattako obukkiriza n'okukola emirimu nga mitufu, falahum ajrun ghayru mamnun. Allah kiyagamba nti inna alladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Abaada abasoma Qur'an al-Karim meza wesola ne bakwata musawo ne bawaayo bagere bakoze okusuubula okutaggwaawo, yarujuna tijaratan lan tabur, babakoze okusuubula kusula ko bakoze tekuggwaawo badde ba Allah subhanahu wataala. Allah yagamba atya Sheikh Mahdi Ahmed, liwafihim Allah ujurahum wa yazidahum min fadli innahu la ghafurun shakur. Kati kyenjagadde okuba nti abaadamu bategeera nti tulina okuba nga tukkiriza Allah etukaana emirimu emiki emitufu badde ba Allah subhanahu wataala. Kati Allah n'agamba nti fama yukadhibuka badu biddin, ki ekikubuzaabuza n'oba ng'olimbisa mateeka ga Allah subhanahu wataala? Fama yukadhibuka badu biddin, ki ekikuleetera okuba nti olimbisa Qur'an al-Karim
tokuba nti olimbisa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah okulamula kwe nokusalawo kwe teri ayinza kuba nti akuzzaayo. La radda lihukumi wala mbadiya liqadaihi wala radda liqadaihi. Teyinza kuba nga zzaayo Allah kyasazeewo kulwokubanga Allah tuyinako obuyinza, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bwe kimu kyonna Allah kiyinako obusobozi, kiyinako obuyinza. Kuno kwebaza kudda eri baganda bange mwenna abayizi bakutta buba Uganda. Mbebaza nga nze Abdullah Musa Tantawi, mulimu gwemwakoze ogw'entambula okuba ntugifuna. Entambula yawedde yafuniddwa piki, alhamdulillah. Uli muganda wange Abdurrahman yapostingayo ekifaananyi kya piki eyo, saba Allah ateekemu baraka. Ndi musanyufu nnyo, buli yenna alina kye yassaako, na yenna yatussa mu dduca waati wasobola kubanga owaayo, kubanga olina gwaga nti owange waayo nga weegatta mu mulimu omulungi ogwo, saba Allah subhanahu wataala akusiime era akuwe baraka, akuwe ky'osinga okwagala. Entambula yaggwa era emirimu gitambula bukwakku, gitambula supiidi ddala, saba Allah subhanahu wataala abasiime baganda bange ebitiibwa. Ekiyala nti obwetaavu bwaffe mu nsonga y'entambula, alhamdulillah, Allah yabaisirizzaako ne buggwa, Allah n'abutumayira ng'ayisiza kummwe. Ekyokubiri kwe kuba nti tuba twetaaga otuyambako mbeera ya data, gwe muyita data. Data okuba nti aggwako mu mbeera efaanako bwetyo, olidi kyonna kyaba afunye biaunihi tabaraka wataala. Pulojekiti y'entambula yawedde, tuddako ate kulongoosa studio. Eba studio eba giyita studio darusu, darusu ya tauba, end of ya darusu tuli mu nteekateeka ya darusu esembayo ngaaba tauba biaunihi tabaraka wataala. Mulyango muggule mujja kujja, tusome ate twerabeko, twebuuzeeko, tulye tunywe biaunihi tabaraka wataala, saba Allah subhanahu wataala basobozese. Kati studio yeetaaga okuba nti tugirongoosa emabega wano mulabawo, entandikwa yowe eri simbi, twetaaga okuba nti tulongoosa nebanga studio yaffe aterabika bulungi biaunihi tabaraka wataala. Tuli wano ku ggwanda, yenna ayina kyabuuza ku bitambula online education, ayiga kusoma online Quran al-Karim, enamba za tauba Uganda weziri awo, abuuza ku bya studio enamba weziri, abuuza ku bya darus egenda okubeera end of year enamba weziri awo za tauba Uganda biaunihi tabaraka wataala. Naye nga ndi musanyufu nnyo, saba Allah wekimusinga okwagala okuba nti muganda waffe akapikikko kaade kamufuukira ekiyala kafa buli kanaku, darusu asanga ziwedde. Inna ma'al usri yusra. Buli awali obuzibu Allah saawa obwangu, saba Allah subhanahu wataala abasiimye baganda bange ebitiibwa. Ekiyala tudda ku nsonga y'endwadde. Okay. Okwegatta kw'olukiiko olutegeka darusu nga so financing mubeere efaanako bwetyo, insha Allah, yenna omwetegefu okuba nti agenda kutuyambako ku nsonga ya darusu eya end of year, darusu ya tauba Uganda, omulyango muggule era meeting ejja kubeera online biaunihi tabaraka wataala ku nnamba ezo nyini eza tauba. Yosingayo ka message n'ogaana nanze ndi tayari mumbeera efaanako bwetyo okuba nti abayizi baffe balya ate banywe ate era bakole ki, basome mumbeera efaanako bwetyo. Ennaku z'omwezi zamanyikiddwa, komiti eyo yejjuzi fulumya insha Allah biaunihi tabaraka wataala. Tauba Uganda wetuuse, nsaba Allah subhana wataala abasitula amadaala abongere ku nsonga y'obujjanjabi, sigenda kwawukana na bye tusomye mu tafsiri nti Allah yogedde ku tin ne zaituni. Okyo waita zaitu tin, oyirowa tini
wa manyi nyo kujanja babantu abalina lubale ne shayatin zaitu tin ngere munonyerezeko ali zaitu zaituni amanyikidwa nti wa baraka wa tini wa zaitun Allah ya gama nti waturi sinin usuzi sinai kurumanyi wabula ati hadha albadal amin umutu kubanti akula hijja chankizo nyodwa Allah subhanahu tatugamba tini ayo tini bamusambyo kunyongola zaitu zaitun wamu byokulya echi atini bamwesiga zaitu atin samye muluzungu bamuita batya manyinte zaitu tin echi ala nti nayo solo musomela mu Qur'an al-Karim no banga ato omwongera amanyi bidni rahman irango chi zaitu tin musomela mu Qur'an al-Karim katagala kase kati embere fana ko bwecho mu bujjanja bine bisinga kawo oja tusanga ku Gwanda room kepi bibiya satu muenda namba ya simu 0704690383 omusawo ya Abdullah Musa Tantawi namba ya simu 0704690383 0704690383 oboyo gen Abdullah Musa Tantawi sab Allah subhanahu wa ta'ala basime atike baraka mubuwangazi bwamwe yabo yo musingo okwagala lokubanga Allah subhanahu wa ta'ala ya inobu yinza kubyo wa waliyu dhalik wa qadir alayhi inanyi nibyo ati abina ko busobozi badwa Allah subhanahu wa ta'ala so Allah take baraka mulishimuchwa nakuwayo kwamwe nokubanti mulafu bana obusilambu nokugenda maso wallahu a'lam min Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.